السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب زملائي الأعزاء، وأقدم لكم اليوم محاضرتنا حول مهارات الاتصال والتواصل، وهي من سلسلة المحاضرات التي سنتناولها في دورتنا الإلكترونية بناء الفريق وحل المشكلات. يقول راين ترايسي: التواصل هي مهارة يمكنك تعلمها مثل ركوب الدراجة أو الطباعة. إن كنت مستعداً للعمل على تعلمها، فإنك بإطراد ستحسن جودة كل ركن من أركان حياتك. ما هو التواصل؟ التواصل هو عبارة عن إجراءات يتم اتخاذها بغرض التفاعل ما بين المرسل والمستقبل، بهدف الوصول إلى قاعدة اتفاق مشتركة بين جميع الأطراف. والغرض من التواصل هو تحقيق نتائج ترضي وتلبي رغبات بعض أو عناصر التواصل الفعال الرئيسية هي المرسل والمتلقي أو المستقبل والرسالة. ما بين المرسل والمتلقي هناك رسالة قد تعيقها بعض الأمور واللي هي تعتبر إزعاج أو تشويش، سنتناولها لاحقا. أنواع التواصل هو تواصل شفهي، تواصل لا شفهي أو تصرفي، وتواصل كتابي. نأتي الآن إلى أنواع التواصل. التواصل اللاشفهي أو التصرفي مثل لغة الجسد، حركات اليد، نبرة الصوت وحدتها. أما التواصل الشفهي وجها لوجه أو مكالمات صوتية أو التواصل المرئي والمسموع. بالنسبة للتواصل الكتابي، مذكرات رسمية وغير رسمية، بريد إلكتروني أو عادي، كذلك التقارير الدورية والاستثنائية. قبل قليل ذكرت بأن التواصل ربما تعيقه بعض الحالات اللي نعتبرها إزعاج أو تشويش. من هذه المعيقات التي تعيق التواصل بصورة عامة هي كما وصفها جورج برنارد شو: المشكلة الوحيدة الكبرى في عملية التواصل هو التوهم أنها حدثت فعلا، أي أننا نعتقد بأن الرسالة قد وصلت إلى المستقبل ولكنها لم تحدث بالفعل. معيقات التواصل هو الإزعاج والتشويش، هي قد تكون تكنولوجيا، وهي عدم توافر التكنولوجيا المطلوبة لدى أحد أو كلا الطرفين. ممكن تكون ضوضاء فنية على خطوط الاتصال. كذلك معيقات اجتماعية: مركز الاجتماعي بالنسبة للمتلقي، أو ربما عادات وتقاليد مثل التواصل مع المرأة بشكل مباشر، أو المواضيع المسموح التواصل بها. كذلك قد تكون معيقات لغوية: استخدام تعابير ومصطلحات ذات معنى مزدوج، لربما نستخدم تعبير معين، كلمة معينة، أسلوب معين أو إشارة معينة، لكن توحي إلى معنى آخر لدى المتلقي. كذلك هناك معيقات معرفية وعلمية: ثقافة المرسل وتدرجه العلمي تتناسب أكيد طردياً مع كيفية ترميز الرسالة. هناك معيقات بيئية: المسافة ما بين المرسل والمتلقي في التواصل الشفهي، هذه إعاقة بيئية. كذلك الضوضاء المحيطة في بيئة التواصل. هناك معيقات جسدية ولا شفوية: إيحاءات وحركات ذات معنى مزدوج، تصرفات قد تعكس توتر وعصبية من المرسل. يقول بول ماير، وهو ممثل، كاتب، وأستاذ جامعي ألماني: التواصل هو مفتاح النجاح الشخصي والعملي. نأتي الآن إلى معيقات التواصل في بيئة العمل، أخذناها بصورة عامة الآن في بيئة العمل. بالنسبة ما بين، طبعا إحنا دورتنا عن بناء الفريق، عن فريق عمل، هنا نشوف الأشياء اللي تعيقنا دوام هذا الفريق أو تشتت هذا الفريق. هناك أسباب أو هناك حالات سلبية ممكن تحدث ما بين أعضاء الفريق، هذه تؤدي إلى إعاقة من التواصل وإتمام الأمور وتحقيق الأهداف. من هذه الأمور هو اللوم والاتهام ما بين أعضاء الفريق أو في العمل نفسه، لا يجب استخدامه إطلاقاً.
هذه ممكن قادر على نسف أسس العلاقة الوظيفية بين الزملاء، يولد غينة وحقد واصطياد الأخطاء بين الموظفين. اللوم والاتهام هو سبب رئيسي لفشل التواصل. افتراض المتلقي بأنه مذنب، عدم الاستماع إلى دفاع المتلقي. كذلك الأحكام المسبقة، الحكم المسبق قد يولد شعور من الطبقية والتمييز، مثل الحكم على موظف موجود عندنا بأنه فاشل. هذا الحكم راح يجعل الموظف ما يتعاون، وممكن يكتمل معلومات عند التواصل معه، وبهذه الحالة ما راح نحقق أي نتيجة إيجابية في العمل. لذلك عدم الحكم المسبق سيؤدي إلى ثقة الموظف وتعاونه الكامل أثناء التواصل. من ضمن المعوقات بالعمل الإهانة. الإهانة ممكن تسبب لنا خطر بالعمل، ليس لها دور في تحسين عملية التواصل، بل هي تؤثر سلبا عليها. ممكن نضع نفسنا في مكان المتلقي، هل نتقبل هذه الإهانة من قبل المرسل؟ بالتأكيد ما نتقبلها. فهنا ربما تحدث الإهانة من قبل بعض المدراء أو رؤساء الأقسام أو المرؤوسين بعملنا. ممكن تحدث عندنا بعض الإهانة بسبب توتر، طبعا هم يعزوا إلى التوتر المتكرر بالعمل. ممكن أخطاء فادحة بالعمل تحصل فتجعل اللي بالمسؤولية ممكن يرتكب هذا الخطأ، وهي الإهانة للمنتسبين اللي وياه بالعمل. كذلك ممكن الظروف أو الأوضاع المحيطة بالعمل تجعله يضطر إلى هذا الخطأ الكبير. التحليل والشخصنة، ممكن التحليل المفرط لما قاله طرف التواصل. تحليل مفرط قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة لم يقصدها المرسل. ممكن نحلل الأمور، إيه نعم، مثل معرفة الإلمام المتلقي لموضوع التواصل بشكل أكثر عمقا من المرسل، إيه نعم، لكن تحليل مفرط دون معرفة عميقة راح يؤدينا إلى اعتقاد المرسل أنك تحاول التذاكي وادعاء التفوق المعرفي عليه، وهذا يوقعنا أيضا في خطأ أو يعتبر إعاقة. كذلك السخرية والاستهزاء، إظهار الاحترام والابتعاد عن السخرية طبعا هذا شيء أفضل. السخرية تؤدي لنا إلى صعوبة التواصل والوصول إلى المعلومات، تؤدي إلى تكوين صورة نمطية تدعو لعدم التعامل معك. طبعا حتى لو كان موظف مو من ضمن الفريق اللي احنا نعمل به، مو من ضمن القسم اللي احنا به، مو من نفس الوحدة اللي احنا بيها، من وحدة اخرى، من قسم اخر، لما نشوفه يتصف بهذه الصفات اصلا ما نتواصل معه ولا نحب التواصل يستديم معه حتى وان كان مجرد تعارف. هذه من الامور السلبية اللي تعيق التواصل. كذلك ممكن يشعر الموظفين الآخرين بأنك مو أهل للثقة، هذا راح يأثر أيضا على العمل والإنتاجية. وممكن الصورة النمطية اللي راح ياخذوها تاخذ وقت طويل حتى تتغير. التعميم بالنسبة إلى الكلمات مثل دائما، أبدا، جميعكم، أنتم، هذا التعميم بمجمله رح يكون خاطئ ويأثر على تواصل الآخرين. أكيد عندنا إحنا أشخاص منهم الصادقين، منهم الكاذبين، منهم مجدين بالعمل، منهم مهملين، يعني ما رح يساوون. فالتعميم هنا رح يأثر تأثير سلبي على الموظفين أو على أعضاء الفريق، وممكن يؤدينا إلى إخفاق بالعمل، وبعدها ما نوصل إلى مرحلة من التفاهم والتواصل وما تصير أي إنتاجية في العمل. التهديد أو الأوامر السلطوية، سبق وأن ذكرنا في محاضرتنا السابقة في فن التعامل بأن الأوامر ما محبذة، لذلك المفروض يكون مبني فريق العمل مبني بيناتهم على الاحترام، على التفاهم،
لأن الإنسان بطبيعته ما يحب الأسلوب السلطوي واللي تكون أقرب إلى التهديد، لأن هذا راح تؤدي إلى فقدان قنوات التواصل، عدم الطاعة والتعاون، تصيد الأخطاء والتهديد بالرد المقابل، توفير معلومات خاطئة، رغبة في معاقبة الطرف السلطوي. هذه أكيد إحنا نشوفها في عملنا. المقاطعة أثناء التواصل طبعا هي من ضمن الأمور اللي نحن نقول من اللباقة ومن اللياقة ومن الثقافة. الشخص اللي يتكلم نستمع له، نصغي إليه باهتمام، نتواصل وياه تواصل فعال، أما أنه نقطع حديثه هذا الشيء ما يصير. نقطع سلسلة الحديث والأفكار بغرض أنه نعرض ما عندنا، ما تصير هذه، لأن هذه راح تعطي انطباع الفوقية وفرض الرأي، تعطي انطباع بعدم أهمية رأي المقابل وشعور المرسل بدونيته. ممكن نقاطع الآخرين لكن في حالة سؤالهم لتوضيح نقطة ما أو التعقيب عليها، هذا أصلاً راح يعطي شعور للمرسل بالاهتمام وبالتالي تحسن عملية التواصل. بالنسبة إلى المعوق الآخر هو تغيير الموضوع. ما المفروض نغير الموضوع في حالة التواصل مع أعضاء الفريق اللي عندنا أو خلال العمل أو خلال الحديث في اجتماع معين، الخوض في موضوع معين، خصوصا إذا كان أحد الأطراف شغوف بالحديث؟ ممكن تتغير المواضيع أحيانا إذا كانت تؤدي إلى بعض المشاكل، لكن هنا تحتاج إلى مهارة وإلى لباقة في تغيير هذا الموضوع. ممكن نولد سؤال معين حتى لنخلي الموضوع يتوسع أكثر. كذلك تغيير الموضوع في أوجه قد يعطينا انطباع بأنك غير مهتم بموضوع التواصل، أو يولد انطباع بعدم اهتمامك بالطرف المقابل وبشخصيته، عدم جديتك في التعامل مع الطرف المقابل، وبالتالي يظهر الطرف المقابل عدم جديته هو أيضا. أكيد راح تصير عندي تغذية استرجاعية والرد بالمثل. بالأخير هنا التواصل يكون غير مفيد وغير مثمر وعدم فعاليته وإنتاجيته. طلب الطمأنينة المستمر هو طلب المرسل الطمأنينة باستمرار من المتلقي. مثلا قيام المرسل بتكرار السؤال حول وجود اسمه في قائمة المفصولين من العمل كل دقيقة أثناء التواصل، هنا يريد يتأكد المرسل أو اللي يسأل أو اللي بادئ بالحوار وبالحديث اسمه موجود بقائمة المفصولين من العمل. هذا التصرف يعطي المتلقي شعور بعدم الطمأنينة، يعطي انطباع لدى المتلقي بأنك لا تصدقه، خصوصا إذا جاوبك مرة ترجع بعدين تسأله، جاوبك مرة ثانية كتغذية استرجاعية للتواصل، فهنا راح يعطي انطباع بأنك ما تصدقه، عدم طمأنينة، وقد يؤدي لانعدام الثقة ما بين الأطراف، بالتالي تأثر عملية التواصل ورغبة المتلقي مستقبلا أن يتواصل مع المرسل. الصفات اللي يجب توافرها في المرسل والمستقبل للتواصل بنجاح. بعض الصفات تشترك ما بين المرسل والمستقبل حتى يتم التواصل بنجاح. يقول أوسكار وايلد وهو مؤلف مسرحي إيرلندي، عندما يوافقني الناس فإنني دائما ينتابني شعور بأنني مخطئ. من الصفات التي يجب أن تتوفر ما بين المستقبل والمرسل حتى يكون التواصل فعال وناجح، من أهمها لغة الجسد والإيماءات والحركات اللاشفوية لدى الطرفين، يعني المرسل والمستقبل، الهدف المصداقية والودية. نأتي الآن إلى المظهر الجسدي. المفروض الوقوف بشكل مستقيم، إرجاع الأكتاف للوراء والرأس مرفوع للأعلى. بالنسبة لتعابير الوجه، الابتعاد عن تعابير السخرية والتكبر، وكذلك الابتسامة البسيطة المتكررة. بالنسبة للحركات الجسدية، المصافحة الوثيقة، عدم شبك الأيادي أو الأقدام، التواصل النظري المباشر.
الاستماع الفعال، وهذا أيضا واجب على الطرفين المرسل والمستقبل. فك ترميز الرسالة بشكل حذر، التأكيد على تلقي وفهم الرسالة أو عدم فهمها، واستعمال عبارات ك غير متأكد من فهمي للرسالة، الرجاء التوضيح، أنا معك وأستمع إليك، أنا موافق أو غير موافق لما تقوله، الانتباه للحركات الجسدية ونبرة الصوت وطريقة التحدث. بالنسبة للتعامل مع الأزمات، صفات لدى المرسل والمتلقي في حالة الأزمات: عدم الانحياز والواقعية، الهدوء والاحترام، المسامحة والنسيان بسرعة، وعدم الدفاعية. كذلك واجب الوضوح والمعرفة، هناك أشياء واجبة علينا مثل نقل الرسالة بشكل واضح، المعرفة الشاملة للرسالة، ترتيب الأفكار منطقياً، ملائمة الرسالة للمتلقي، الأفكار واللغة مناسبة للمتلقي. الأشياء اللي نتجنبها: المصطلحات الغريبة والمبهمة، عدم دقة ووضوح الرسالة، الاسترسال الزائد عن الحاجة. بالتأكيد هذه أمور راح تجعل الرسالة ما توصل بصورة صحيحة. بالنسبة إلى قنوات الاتصال وأنواعها، يقول جيمس هولمز، وهو مترجم وكاتب وشاعر هولندي، فن التواصل هو لغة القيادة. بالنسبة إلى قنوات الاتصال أو طرق التواصل، عندنا تواصل أفقي وعندنا تواصل عمودي. بالنسبة إلى بيئة العمل، التواصل الأفقي إذا نشوفه مهندس، محاسب، مدير فني، مدير مالي، مدير، هذا يكون تواصل أفقي. أما التواصل العمودي، الفني ويكون عنده مدير فني أعلى، هذا تواصل عمودي. محاسب، مدير مالي، هذا تواصل عمودي، كذلك فيما بينهم والمدير العام، فهذا عندنا تواصل أفقي وهذا تواصل عمودي. بالنسبة لقنوات الاتصال، عندنا قنوات اتصال رسمية وعندنا غير رسمية وعندنا غير تقليدية. هذه ناخذها بصورة سريعة ومبسطة لأن هي جدا واضحة. الرسمية اللي يحاسب عليها القانون وبها معلومات وأهداف مؤسسة بناء على أوامر رسمية، اتصال بين مدير وموظفي، وتكون هذه الأوامر عمودية، يعني من الأعلى إلى الموظف الأقل. من أمثلتها نشرات أخبارية، مذكرات رسمية، بريد إلكتروني للمؤسسة، خطة شركة، تقارير إنتاج، خطابات تعيين وتكليف، هذه نسميها رسمية. غير رسمية أشياء عادية ما يحاسب عليها القانون، تكون أفقية، ما تفرق بين مدير وموظف، تتيح للموظف تعبير أفضل، تتعلق أمور هذه بالعمل. مثل إيش؟ مثل مذكرات داخلية، ملاحظات، أحاديث جانبية أثناء الراحة، آراء، توصيات. أما الغير تقليدية فهذه لا يحاسب عليها القانون ولا تتعلق بعمل، خارج أوقات الوظيفة، أفقية، أهم وسيلة للتواصل، الإشاعات تسري من خلالها. من أمثلتها البريد الإلكتروني الغير رسمي، لو كان رسمي أكيد تتغير الأمور. نشاطات ما بعد العمل، أحاديث جانبية بالسياسة، رياضة، حالة جوية، وهي مصدر هام لمعرفة الإشاعات الخاطئة والحد من تأثيرها. صفات المراسلات المهنية، احنا بالعمل عندنا مرسل وعندنا مستقبل وعندنا رسالة. بالنسبة للعمل، المراسلات المهنية بمن تتصف؟ تتصف بالدقة في استعمال كلمات المألوفة، وضوح بالمعنى والهدف، يعني الفكرة اللي يهدف المرسل إلى نقلها لذهن المستقبل، الإيجاز، الابتعاد عن السرد الممل والحشو والإطناب والتكرار، اللباقة، مثلا يسعدني إبلاغك بالترفيع إلى درجة معينة يعني تنذكر، التمام، جميع المعلومات كافية وشاملة للموضوع، النظافة الملموسة لورق الرسالة. مهام المرسل في الاتصال المهني، المهارة في استخدام اللغة، نانا قلنا تنسيق الرسالة، تسلسل الأفكار وترابطها، جمل قصيرة وسهلة، قواعد صحيحة، مصطلحات لغوية دقيقة وسهلة.
التواصل بفاعلية مع فريق العمل والزملاء للقيادة. وارين جي بينيس: القائد هو من يقوم بعمل الصواب، بينما المدير هو من يقوم بتأدية مهامه بشكل صائب. طبعاً يختلف القائد عن المدير، وشتان بين القائد والمدير. التواصل مع فريق العمل، وهذا إحنا نركز عليه لأن دورتنا حول التواصل ما بين أعضاء فريق العمل لحل المشاكل. الزملاء فريق العمل هم السبب في نجاحك وتطورك المهني. يجب عليك تحفيز زملائك وفريقك للعمل وتشجيعهم، معرفة الدرجات الوظيفية لهم وتطلعاتهم وأهدافهم من وراء العمل. بعضهم قد يشعر بالامتعاض للمهام الموكلة إليه فيحتاج إلى دعم معنوي ومادي، والبعض الآخر لديه الخبرة للقيام دون الحاجة إلى دعم. وفي الأغلب معظمهم يسعى إلى سماع تغذية عكسية الفيدباك منك كزميل أو كمدير لإدائهم تشجيع لهم لرفع كفاءتهم المهنية. استعمال نظرية للتواصل، وهي نظرية Theory X Theory Y، يعني النظرية سين والنظرية صاد، طورها العالم النفسي دوغلاس في ستينيات القرن الماضي. صنف الموظفين إلى فئتين: الفئة X أو سين تتصف بعدم الاهتمام بالعمل، تجنب المسؤولية، الحاجة للسيطرة المستمرة عليهم وإجبارهم وتهديدهم للعمل، الحاجة للإشراف الداعم، الحاجة للإغراء للعمل. افترض دوغلاس بأنهم الأقلية في بيئة العمل. كيفية التواصل مع هذه الفئة؟ الابتعاد عن العصبية والانفعال واستعمال لغة شفهية أو جسدية تؤدي للنزاع. تقرب إليهم من خلال الاجتماعات الرسمية. محاولة معرفة دوافعهم من وراء تصرفاتهم، قد تكون أسباب يمكن حلها. استعمال لغة جسدية وشفهية تعكس سلطتك الوظيفية. استعمال أسلوب العصا والجزرة للتواصل معهم، والإشارة إلى أن تقييمهم الإيجابي في العمل ومكافأتهم السنوية ترتبط ارتباط وثيقاً بإدائهم، والعكس صحيح. التواصل مع الفئة Y، وهذه حسب النظرية Y أو صاد، تمتاز الفئة Y القدرة على تحفيزها بسهولة، تحمل المسؤولية ضمن نطاق عملهم، البحث عن المسؤولية وتحملها دون الحاجة لتوجيه وإشراف، ينظرون للعمل إنه جزء طبيعي من الحياة يجب تقبله، القدرة على البحث عن الحلول الجديدة والإبداعية. كيفية التواصل مع الفئة Y أو الفئة صاد؟ اتباع أسلوب تشاركي والابتعاد عن الأسلوب السلطوي، الأخذ بآرائهم وتوصياتهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات تقديراً لهم وضمان ولائهم للعمل. تواصل معهم بأسلوب رسمي وغير رسمي لمعرفة طموحاتهم وتلبيتها ومعرفة مشاكلهم وإزالتها. تشجيعهم باستمرار لكونهم الفئة التي تعمل على نجاحك، ووجودهم حولك يشجعهم أو يشجعك للتواصل مع الزملاء وفريق العمل. هناك أدوات متعددة ممكن نعرفها، وهي نختصرها بعشرين أداة. الأولى عن طريق الاجتماعات العامة، وهذه تعتبر من أفضل الطرق، حيث أنها اجتماعات لإسداد هدف معين تمكننا من التواصل وإيصال الشغف والأهداف للزملاء، لأنك ستكون قادر على إيصال الرسالة بطريقة مرئية ومسموعة للجميع. ممكن عن طريق البريد الإلكتروني، وهذه راح تكون من خلالها قادر على إرسال الرسالة لجميع أعضاء الفريق دون الحاجة لمقابلتهم. كذلك ممكن مقابلتهم كل على حدة، بعض الزملاء ما يشعر بالراحة إلا بمحادثة فردية، وهنا لازم نحرص على الاتصال البصري المباشر معهم لضمان وصول الرسالة في كلا الاتجاهين. كذلك ممكن التواصل يكون عن طريق استخدام العروض التقديمية مثل الباور.
أو استخدام التدريب للتواصل من خلال التدريب المخصص والمحدد. ممكن نوضح أهمية بعض النقاط لهم ومعرفة رأيهم بهذه النقاط، كذلك الثقة والجدية حتى لا يشعر زملائك وفريقك بأنك لا تأثير لك وأنه يمكن لهم القيام بما يحلو لهم، وبالتالي إهمال جميع رسائلك بغض النظر عن أهميتها. أيضا من ضمن الأدوات العشرين استعمال الكلمات والمصطلحات البسيطة. ضع في اعتبارك أنهم قد لا يكونوا على سوية ثقافية وعلمية واحدة. استعمال الرسوم المرئية المرفقة بالكتابة، هذه نضعها في أماكن رئيسية في العمل بحيث يراها الجميع ويستوعبون الرسالة، أشهرها الرجاء ممنوع التدخين أو راحة غداء بين ساعة كذا إلى ساعة كذا، أو ممكن بعض التوعية حول أمراض معينة، حول وباء معين، حول إرشادات. أيضا من ضمن الأدوات الاستماع لهم بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو الشهادة العلمية أو العملية. المفروض نقوم بتشجيع العاملين معنا بالفريق أو بمحل العمل بالحديث والاستماع لهم. نتذكر بأن التواصل الناجح يحدث في اتجاهين. استعمال لغة الجسد بما يوحي لهم بالثقة وضرورة بناء روابط اتصال طيبة معانا. استخدام درجة ونبرة صوت مناسبة. نتذكر أنه كل ما وحدة تخرج من فمنا بأسلوب استفزازي قد تؤدي إلى إهمال الرسالة بشكل دائم. كذلك الالتزام بما تقوله، وعكس ذلك يؤدي إلى انعدام الثقة في الكلام والتصرفات وحتى في القرارات. أيضا من ضمن الأدوات العشرين للتواصل مع الزملاء وفريق العمل هو الابتعاد عن التكرار. لا أحد يحب الاستماع إلى أسطوانة مشروخة كما يقال. تكرار باستمرار هذه الأشياء تكون غير مجدية. بيئة القبول، نجعل البيئة المحيطة بيك وبهم يملأها القبول للرأي والرأي الآخر، والابتعاد عن التوتر لأن يؤدي إلى تفسير الرسائل بشكل خاطئ. كن مرح، استعمال المرح والفكاهة يساهم في إيصال الرسالة بأسلوب خالي من الانفعالية والتوتر، ولكن كن بسيط وتذكر أنك لست مهرج في السيرك. اللباقة والمسامحة، السمو فوق الإساءة واللباقة في الحديث تكسبك احترام الجميع. من ضمن الأدوات العشرون الابتعاد عن الغمغمة في الحديث، وهذا يحتاج إلى سماع الرسالة بشكل واضح. الابتعاد عن السرعة في التحدث، ممكن الجميع يعلم ما هدفك لكن نتفاجئ بعدد من الأشخاص ما يعرفون شنو الهدف من الحديث، فالمفروض نبتعد عن السرعة وواجب التوضيح. شجع ردود الفعل من زملائنا، فهي وسيلة مجانية لقياس أدائنا للتواصل ونجاحنا في إيصال الرسالة. آخر الأدوات، كن مقدر ومادح للطرف الآخر وشاكرا لاستماعه وذلك بناء. استعمل العبارات اللي المناسبة بناء على درجة تقربك له. الآن نأخذ التواصل اللاشفهي. يقول بيل غيتس، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مايكروسوفت، معظم الأشخاص يغالون في تقدير ما يمكنهم القيام به في سنة ويقللون في تقدير ما يمكنهم القيام به في 10 سنوات. التواصل اللاشفهي، 55% من الرسالة بين المرسل والمستقبل تكون في هيئة تواصل لا شفهي لسبب بديهي. عدد الأطراف العصبية بين العين والدماغ أكثر ب22 ضعف من عددها بين الأذن والدماغ. لذلك التوافق بين التواصل الشفهي واللا شفهي يؤدي لتعزيز وبناء الثقة لعلاقة تواصلية مستمرة. أساسها وتركيزها الرئيسية لنجاحها هو في تعلمك التحكم بأعصابك وتوترك، وذلك لأن عند الغضب فإن المرسل لا ينتبه إلى أفعاله وما يرسله من إشارات لا شفهية سلبية.
نتذكر أن بدايات التواصل هي الانطباعات الأولية البصرية اللاشفوية قبل الحديث. بعض الخبراء يرون أن 15 ثانية الأولى من عملية التواصل هي الحاكمة في استمرارها أو انهائها مبكراً. فوائد التواصل اللاشفهي: التكرار، وذلك عن طريق الإيحاء لفكرة ذكرت وبالتالي إعادتها إلى الأذهان. التناقضات، من خلال طرح فكرة وإشارة إلى الأفكار المتناقضة الأخرى لتعزيز الفكرة الرئيسية. الإطراء والثناء، لإظهار الرضا عما قام به الطرف المقابل، مثل الإيماء بالرأس عمودياً، إشارة عن تقديرك لما قام به الموظف. النيابة، عن استعمال التواصل الشفهي، مثل استخدام تحركات البصر للإشارة إلى الامتناع عن التحدث لقدوم شخص ما. التأكيد، مثل طرق طاولة عند الحديث عن نقطة ما يؤكد أهميتها. التواصل اللاشفهي يشمل تعابير الوجهية، التواصل البصري، حركات الجسد، درجة ونبرة الصوت، الملبس والهندام، وضعية الجلوس، المسافة بين أطراف التواصل. كيفية التواصل اللاشفهي؟ نبدأ بتعابير الوجه. تعابير الوجه ناتجة عن حركة عضلات الوجه بحيث تعكس وضع المرسل النفسي، حيث قد تعكس الانفعالات الذهنية التالية مثل الحزن، الغضب، الخوف، الغثيان، التعجب والتفاجؤ وغيرها. بالنسبة إلى تعابير الوجه، ممكن هنا نلاحظ نظرات الحزن كيف تبدو على الوجه عن حركات الوجه، سقوط الجفون العليا، العينان تائهتان غير مركزتان، وسقوط جانبي الشفاه إلى الأسفل. بالنسبة إلى الازدراء، ضيق جانبي الشفاه مع ارتفاع أحد الجانبين في أحد طرفي الوجه. بالنسبة إلى الغضب والتفاجؤ، نلاحظ هذه على الهيئة كيف ممكن تكون، طبعا هذه حركات لا شعورية ممكن تحصل. بالنسبة للغضب، الحواجب يتجهن ويلتقن إلى الأسفل، عينان جاحظات ويلمعن، ضيق وضم الشفتين. بالنسبة للتفاجؤ، الحواجب إلى الأعلى، عينان واسعتان وفتح الفم. كذلك الغثيان، ممكن أنف مجعد، ارتفاع الشفة العليا. الخوف، يكون ارتفاع الحاجبين مع بعضهما البعض، ارتفاع الجفون العليا، توتر في الجفون السفلية والشفتان، يعني بشكل بسيط امتدًا أفقيًا باتجاه الأذنان. التواصل البصري أكدنا عليه أكثر من مرة، من أهم أنواع التواصل هو التواصل البصري من خلال نظر المباشر وتلاقي الأبصار. هذا يحفز المستقبل على الإنصات وبالتالي تقبل الرسالة اللي عندنا. طبعاً التواصل البصري المباشر بدون انقطاع يعزز ثقة المستقبل بيك، ويعزز أيضاً الثقة لديك في قدرتك على التواصل. في حالة الخجل أو الحياء في النظر المباشر، يمكن النظر إلى جبهة الطرف الآخر، هذا يوفر للمرسل الراحة وإزالة الخجل من كيانه، ويصعب ملاحظة الفرق من قبل الطرف الآخر. أما انقطاع التواصل البصري، يرسخ شعور بعدم المصداقية والثقة من قبل المستقبل، يشجع على الطرف الآخر على الشح بنظرة والتفكير في أمور أخرى ذهنية بعيدة عن رسالتك، وهذه أمور أغلبها ذكرناها وكررناها. عندنا أمثلة على التواصل البصري: العينان الواسعة دليل الاهتمام بشيء أو شخص ما، الطرف بكثرة يعكس توتر وعصبية، والغير منتظم يعكس الكذب. عدم القدرة على النظر في أعين المستقبل تعكس قلة في الثقة أو ضعف في الإدراك.
النظر إلى أسفل يعكس خوف، ذنب أو خضوع. إغلاق العينين لفترة طويلة تعني أن الطرف الآخر يحاول أن يزيلك من تفكيره. النظر إلى الزاوية اليمنى العليا تعني محاولة لتذكر حقيقة ما، بينما اليسرى العليا تعني محاولة لإظهار عاطفة. التحديق يعني انطباع بالعدائية أو يعكس شعور بالسيطرة. بالنسبة إلى حركات الجسد، ارجع الكتفين إلى الوراء دليل قوة وشجاعة. الأيادي المفتوحة تعلم الطرف المقابل بارتياحك واستعدادك للحوار. الأيادي المطوية المغلقة تعني عدم الرضا أو أنك لا ترغب بالتواصل مع الطرف المقابل. وضع الأيادي على الخواصر تعني دفاعية، إمالة الرأس قليلاً إلى أحد الاتجاهين مع الابتسامة تعني الاستخفاف بك واعتقاد بأنك غبي. وضع اليدين في جيوب البنطال تعني أنك لا تطيق التواصل وترغب بالرحيل. الوقوف والساقين متباعدتين تعني الرغبة في السيطرة وإظهار القوة. الوقوف والسيقان تتقاطع تعني دفاعية. خفض الرأس تعني قلة ثقة في النفس. إمالة الرأس قليلاً تعني الاهتمام. إمالة الرأس كثيراً قد تعني التعاطف. الإيماء بقلة إلى الأمام تعني الاهتمام بالموضوع. الإيماء بكثرة تعني فقدان الاهتمام بالموضوع وأنه لا يرغب في أن يكون وقح ويطلب منك التوقف. إظهار التراخي في حركاتك تعني الكسل والعبثية وعدم الاحترام. قضم الأظافر تعني توتر. فرك اليدين تعني توقع. مشي ذهابا وإيابا يعني عدم الصبر والتعجل. أكفة اليدين المفتوحة تعني الصدق والأمانة. تغطية الفم أثناء الحديث تعني الكذب. وعند الاستماع لشخص ما تعني بأنك تعتقد أنه يكذب. وضع اليد على جبهة الرأس مع إمالة الرأس للأمام تعني الخجل والإحراج والرغبة في التواري. وضع النظارة أو القلم في الفم تعني عدم التأكد والشك. حمل الرأس بكف اليد تعني الملل. فرك الذقن أو وضع الأصبع تحت أحد الخدين تعني رأي مناقض لما لديك. اليدين خلفك أو أمامك بحيث أحدهما تمسك الأخرى من الساعد تعني عدم الثقة والخوف. اليدين خلفك بحيث أحدهما تمسك الأخرى من المعصم تعني شجاعة وسيطرة وقوة. الادعاء بمحاولتك تنظيف شيء ما من ثيابك تعني عدم موافقتك وأنك غير قادر على إيجاد حجج تساعدك على إبداء عدم الموافقة تلك. النبرة المتزايدة للصوت تعكس الاطمئنان، بينما تغييرها ارتفاع وانخفاض بشكل متكرر يعكس شعور بعدم الثقة في النفس وبعدم الأمان. التوقف بين الكلمات والجمل تعكس نواياك. علو الصوت يجب أن يعكس علو صوتك سلطة تنفيذية ومهارتك في الإقناع وقدرتك على جعل الآخرين يستمعون إليك. الأصوات الأخرى كتقليد الأصوات الأنين، الغمغمة، الصراخ، الضحك، استخدمها بالمواقف اللي تفقد بيها القدرة على التعبير أو كمكملة للرسالة اللفظية. درجة نبرة الصوت. طبعا سرعة الحديث بها ثلاث استراتيجيات. التحدث بسرعة 500 كلمة بالدقيقة يعكس انطباع بعدم التأكد والإضراب، لأن المتحدث بالرغم من أنه يعلم ما يريد قوله لكن يشعر بعدم الراحة وبالحاجة للتخلص من الكلمات بسرعة. تحدث باعتدال 300 كلمة بالدقيقة يعطي انطباع بالثقة بالنفس وبالأمان، والتحدث باعتدال دليل على أن المتحدث يعلم أهمية ما سيقوله له ولغيره. التحدث ببطء 250 كلمة بالدقيقة يفضل عدم التحدث ببطء لأنه يعطي انطباع بعد الذكاء، لذلك يجب تجنبه.
كيفية التواصل اللاشفهي، الملبس والهندام. طبعاً اللبس أيضاً وحتى اختيار الألوان يعطينا أو يعكس شخصية المقابل. ملبس الهندام هو أول ما سيراه الطرف الآخر عند تواصلك. احرص على أن تتأنق أكثر من المستقبل، حيث سيعكس ذلك اهتمامك وتعطي إشارة إلى نفوذك. تأكد من نظافة ملابسك ومظهرك لأقل العمل الذي ستقوم به، كما وأحسن اختيار الألوان، حيث أثارت الدراسات أن الألوان تأثيرات نفسية على ذهن المستقبل. الأرجواني يعني الهدوء، الزهري العاطفية، الأخضر الغنى، الأزرق الثقة والأمان، البرتقالي الاندفاعية، الأحمر الطاقة، والأصفر التفاؤل. بالنسبة إلى وضعية الجسد، راح نلاحظ عدة أشكال. كل شكل من الجلوس راح يعطيني وضع من وضعيات تعكس لشخصية المقابل. يعني بما أن التواصل لا شفهي، هنا ممكن من النظر إلى وضع الجلوس نعرف هل إنه هذه الشخصية يعاني من إحباط، ممكن توقع، ممكن دفاعية، أو ممكن الانفتاح. هاي بالنسبة للذكر أو الأنثى. توتر، تحكم بالذات، شك، تقييم. هذه بالممارسة راح تطلع عندنا قراءات صحيحة للشخصيات المقابلة، بس تعتمد على مهارة المتابعة والمطالعة في معرفة لغة الجسد. كذلك عدم الأمان، ثقة، ملل، استعداد. المسافة بين أطراف التواصل جدا مهمة. بالنسبة للمسافة، متر أو أقل تعكس علاقة حميمة. المسافة متر إلى 3 أمتار، يعني ما بين المستقبل والمرسل، تعكس علاقة شخصية. المسافة من 3 أمتار إلى 10 أمتار تعكس علاقة اجتماعية. بالنسبة إلى تحليل الشخصيات للتواصل، يمكن من خلال تحليل الشخصية معرفة الصفات الإيجابية والسلبية، المشاعر، المحفزات، الأفكار، كيفية التعامل مع البيئة والمجتمع لدى الطرف الآخر في التواصل، وبالتالي تصميم الرسالة بحيث تحقق أهدافه في أن يعمل بمقتضاها. عندنا العديد من الشخصيات لكل شخصية صفات وتواصل مع هذه الصفات. مثل شخصية عندنا المهندس، صفاته يكون المهندس إبداعي، استراتيجي التفكير، يخطط لكل شيء. تواصل مع المهندس خطوة بخطوة وعدم الخوض في التفاصيل، تفكير بأسلوبه وبأبعاده. إعلامه بعدم استيعابك لما يقول عند الوصول للنقاط الشائكة. بالنسبة للشخصيات الأخرى منها المنطقي، كيف نتواصل معها؟ المنطقي من صفاته مبتكر، رغبة جامحة في المعرفة، فيلسوف. تواصل معهم مستخدم نماذج منطقية. هذه الشخصية تعشق الترويج للمعلومات، مستندة إلى أقوال الآخرين، فلا تصدق كل ما يتحدث عنه. انتبه لتجانس أفكارك، حيث يعشقون التشكيك واكتشاف الشاذ. شخصية الآمر، صفات جريء، إرادة قوية للقيادة، يكتشف الحلول أو يصنعها. تواصل معه، نملأ تواصلنا وياه بالتحديات، نحفزهم، تشجيعهم على إيجاد الحلول، مخاطباتهم في الأمور الهامة. بالنسبة لشخصية المناقش والمجادل، صفاته ذكي، فضولي، يعشق التحديات الذهنية، يستمتع بدحض أفكار الآخرين. تواصل معه يتم باستخدام الحقائق بالتواصل التي لا تشوبها شائبة، استخدام الادعاء العاطفي لوضعهم في موقف السخيف، ويشعر بالتهديد وانقطاع التواصل. أوصل لهم الرسالة بشكل مباشر ولا تفتح باب للنقاش. شخصية المحامي هادئ، غامض، مثالي. تواصل معه يمكن التواصل معه بسهولة. نصمم الرسالة بحيث تعكس المشاعر والعواطف، يحبذ التواصل بلغة المصطلحات الإنسانية بدل من الحقائق
والوقائع. من ضمن الشخصيات الوسيط، صفاته يكون شاعري، يحب المساعدة، يفضل مصلحة الآخرين على نفسه ويكون مثالي. تواصل معه الرسالة يجب أن تعكس معنى عميق، نستعمل شعارات وأمثلة، تركيز على المبادئ والابتعاد عن لغة المنطق والحقائق. شخصية البطل والنصير، صفاته يكون كاريزما، ملهم، خطيب مفوه، يحب المساعدة، ينظر لمشاكل الآخرين كأنها مشاكله. بالنسبة للتواصل معه، الرسالة يجب أن تعكس هدف سامي، نصمم الرسالة بحيث تبدو بأنها هدف لحل مشاكل عويصة خاصة بأسلوب يستدعي تأثره ليظهر تعاطفه. شخصية المروج، صفاته حماسي، مبدع، اجتماعي، مبتسم. تواصل معه نكون نشجعه، ولكن حدد له خطوات يسير عليها. هذا النوع غالبا يخطط بناء على حدثه، وبالتالي يعقد الأمور أحيانا بتأثير سلبي بالهجوم اللفظي أو اللاشفهي عليه. شخصية اللوجستي، من صفاته عملي، تقود الحقائق، لا يقبل التشكيك بمصداقيته، يستمتع بتحمل المسؤولية. التواصل معه يشعر بالفخر لإنجازاته، فلذلك لازم نخاطبه وفق ما هو يشعر به. لا يقوم بعمل أي شيء إلا بناء على حقائق، فنقدم له هذه الحقائق في الرسالة. نتواصل معه بجدية، فهو لا يحب المزاح والودية كثيرا. شخصية المدافع، صفاته مخلص، مدافع، دائما يقف مدافع عن أصدقائه، يتحمل إلقاء المهام عليه من الآخرين دون تذمر. حتى نتواصل وياه يعشق ملاحظة الآخرين لتصرفاته، فنخاطبه مادحا إياها، نمدح هذه الصفة عنده. عند القدرة رائعة على تذكر الأشخاص والأحداث، ولذا نصمم الرسالة بحيث تعكس حدث يناقض أهداف الرسالة. بالنسبة لشخصية التنفيذي وإداري، يحب إدارة الأشياء والأشخاص، عنيد، ينفذ وعوده. تواصل معه يتوقع من المرسل أن يظهر نفس أخلاق الوظيفية المثالية. نتذكر أنه غير مرن في التعامل، أي أنه يظهر غضبه الشديد على المخطئ أو المتقاعس أو الكاذب. عند اقتناعه بحقيقة معينة، فإنه يقف أمام الجميع الضغوط الساعية لتغييرها. بالنسبة لشخصية الاستشاري، من صفاته مراع لغيره، اجتماعي، يصل للشهرة، عنده شغف إلى المساعدة، يحترم ويقدر السلطة، ولا يبني قناعته بناء على أفكار فلسفية. للتواصل معه نظهر تقديرنا لما يقوم به من مساعدة لرغبتهم بذلك، بالرغم من معتقداته إلى أنه يؤمن أنها قد تكون على خطأ. يحترم بشدة الدرجات الوظيفية وهيكليتها، فنظهر في رسالتنا أهميتها للإدارة العليا. بالنسبة لشخصية المتخصص، وهذا من صفاته، جريء، عملي، يتقن عمله، ودي ولكن غامض، هادئ ولكن فجأة يصبح عفوي، فضولي ولكنه لا يستطيع التركيز على موضوع واحد، يتصف بالتعجل في إداء عمله. تواصل معه، شخصية من الصعب التنبؤ بها. تواصل معه برسالة تفصيلية لكل ما هو لازم، لأن هذا الشخصية تعتقد أن لها الحق بالعمل واستعمال أدوات ومصادر الشركة وزملاء دون إذن، وأن لها مطلق الحرية الوظيفية. شخصية المغامر، من صفاته مرن، ساحر، على استعداد لتجربة الجديد، يراعي مشاعر الآخرين. للتواصل معه لا يتقبل النقد بسهولة، وخصوصا إن كان جارح، ويفقد أعصابه بطريقة دراماتيكية، يهتم بالمغامرات والتجارب الجديدة. بالنسبة لشخصية الرائد، صفاته ذكي، على إدراك كامل لبيئته، يحب المخاطرة والشغف والطاقة للعمل.
من طرق التواصل معه لدي القدرة على ملاحظة صغائر الأمور والتعبيرات اللفظية واللاشفوية، اتخاذ القرارات بناء على حقائق وقد يتخذها فورا دون تفكير، الرغبة في اكتشاف النوايا الخفية والأفكار الغامضة. أيضا من الشخصيات المسلي أو المهرج، ومن صفاته عفوي نشيط حماسي، يكره الملل والروتين والعمل عامة. للتواصل معه يتم التواصل بأسلوب رسمي يشمل الثواب والعقاب، وتواصل مع أصدقاء لتشجيع للعمل وإداء مهامه. يقول باريان ترايسي، وهو متحدث تحفيزي ومؤلف تطويري ذاتي كندي أمريكي، خذ كل التدريب الذي تستطيع أن تأخذه فكرة واحدة صائبة قد توفر عليك سنوات وسنوات من البحث. الآن نعرف كيف نتعامل مع الشخصيات المختلفة واللي ممكن نلتقيها في بيئة العمل أو مع فريقنا، أو كذلك ممكن في الحياة الاجتماعية. بالنسبة للشخص الغاضب، وطبعا الشخص الغاضب بنوعين من الغضب، وكيف ممكن نتعامل معه، طرق التعامل. كذلك الشخص الخائف والمتوتر، والشخص التعيس، وكيف نتعامل معه. لا تختبر عمق النهر بقدميك الاثنتين، وارين بافيت. الآن نأتي إلى القواعد التسعة، وهي ما نختتم به محاضرتنا لهذا اليوم. ما هي القواعد التسعة للتأثير على الآخرين؟ هذه جدا مهمة. أول قانون، قانون التبادلية. في الصغر تعلمنا المشاركة مع الآخرين في مقتنياتنا، من هنا نتعلم قانون التبادلية، وهو أنه لا نكتفي بالتعريف عن نفسنا بطريقة منمقة أو استعمال بطاقات العمل للتأثير. نقدم هدية بحيث المقابل ممكن يبادلنا بنفس القيمة الهدية أو ممكن أعلى منها. هذه الفكرة من قانون التبادلية. قانون التناقض ينص ببساطة على أنك تعرض فكرتين، تعرض الفكرتين بنفس الوقت، بنفس الحيز الزماني والمكاني والفكري، بحيث تتميز واحدة عن الأخرى. نقوم بمغالاة الفكرة اللي مريتها، مريد الإقناع الطرف الآخر بها، نعمل لها مغالات، بعدها نعرض الفكرة اللي نريد إحنا نحققها. رح يوافق الطرف الآخر على الثانية فورا، لكن هذه يتم استخدامها واستعمالها بحذر، ولازم نعرف طبيعة الطرف الآخر لأن ربما تحدث نتائج عكسية. مثال، إذا عندنا موظف ذو قدرات معينة، مثلا هو كسول، نعرض عليه أنه لدى الشركة عدة مهام يجب القيام بها للضرورة هذا الأسبوع. المهمة الأولى وهي ضرورة تسلم شحنة جديدة من الميناء قيمتها 5 مليون، وتحتاج إلى إجراءات قانونية ومسؤوليات كثيرة. والمهمة الثانية أن تكون مسؤول المستودعات اللي تقوم بتخزين هذه الشحنة ولا تحتاج لمسؤوليات كثيرة، فقط عليك انتظار الشحنة والتأكد من تخزينها. سيقوم الموظف فورا باختيار الوظيفة اللي تناسب قدراته وهي الثانية، وطبعا انت لم تكن تنوي ابدا ان يتولى المهمة الاولى، لان نعرف بان هذا الموظف هو كسول. قانون الصداقة. اللي يميز علاقات الصداقة عن غيرها انه الصديق دائما يأخذ مصلحتك في عين الاعتبار ويظهر لك النية الصادقة في ذلك. هل قمت بشراء شيء أظهر لك البائع النية الصادقة؟ تعتقد أنها صادقة وقمت بناء عليها بالشراء، كيف يمكن القيام بذلك؟ نظهر مشاعر صادقة إن أمكن عند الإقناع، تحدث عن إيجابيات ما تريد إقناع الطرف الآخر به،
ركز بشدة إلى درجة الشغف على سلبيات ما تريد إقناع الطرف الآخر بعدم القيام به. الحديث بشغف عن السلبيات يجعلك مصدر للثقة ويعطي للطرف الآخر شعور بأنك تقوم بعمله في اكتشاف السلبيات نيابة عنه. قانون التوقع أو الأمل: عندما يؤمن شخص تحترمه وتقدره بك وبقدراتك، فإنك غالبا ستسعى جاهدا لتحقيق تطلعاته سواء إيجابية كانت أو سلبية. توقع قادر على تحويل الموظف الكسول إلى نشيط فقط لطلب أحد مدراءه والذي يكون له كل إعجاب وتقدير شيئا منه. كيفية التأثير: لكي تؤثر على الآخرين يجب أن تبدأ بنفسك. رسخ في نفسك الإيمان بما تمتلكه من مؤهلات وقدرات تجعلك قادر على إقناع الآخرين والتأثير في تصرفاتهم. أصقل مهارتك القيادية بالعلم والكاريزما، واجعل لنفسك الصيت بأنك ممن يمكن الاعتماد عليهم. من هذا المنطلق ستضع نفسك موضع إعجاب وتقدير الآخرين، وبالتالي سيعملون على تحقيق تطلعاتك. قانون الرأي التشاركي: لماذا قمت بما فعلته؟ هل لأن شخصا شهير أو ذا صيت نصحك به؟ غالبا الطبيعة البشرية تتقبل وتقتنع بآراء معينة، لأن من يؤمن بها هم أشخاص يقدرونهم ويحترمونهم. عندما تعرض أفكار مرتبطة بأشخاص يقدرها ويحترمها الطرف الآخر، فإنه على الأغلب سيقتنع بكلامك. الكيفية: كيف ممكن هذا الشيء نحققه؟ نعرف من هم الشخصيات اللي تتأثر بالطرف الآخر، سواء كانت داخلية كمدير بالمؤسسة أو الشركة أو شخصية عامة شهيرة. غلف الكلام والرسالة باقتباسات وآراء هذه الشخصيات المشهورة، وإن أمكن نطلب منهم المساعدة. ستجد فجأة أن لغة الحوار امتلأت بالتفاؤل، وتجد أن كلمة نعم أصبحت تتكرر. قانون الثبات على مبدأ: عند قيام شخص بالتعبير الكتابي عن مواقفه، فإنه يدافع عنها ويتمسك بها حتى وإن كانت مخالفة للحقيقة والواقع الكيفية. أن نقنع الطرف الآخر ونحفزه للتعبير عن الموقف اللي يريده ويأيده كتابيا، هنا بعد رح يدافع عن هدفه ويحاول أنه يقوم به وبما ورد في كتابته. دعوة هذا الطرف باحترام مواقفه المكتوبة. قانون الندرة: عند إيمان شخص ما بأن ما يريده نادر الوجود، فإنه سيؤمن بأن ما قيمة ما يريده هي أعلى فعليا عما كانت عليه عند توفرها. هذا المبدأ راسخ في أذهاننا منذ الصغر. عندما كنا ننظر إلى آخر قطعتين من الحلوى، فيبدأ عقلنا بالتفكير في الاستحواذ على قطعة أخرى قبل أن يستولي عليها شخص آخر. كيفية التأثير: اعرض أفكارك وركز على ندرة الحلول اللي تقدمها، وأنه لن يجدها في أماكن أخرى. حاول أن تجد حقيقة ملموسة تدعم ادعائك الندرة، ثم اطلب منه التصرف الآن وليس غدا، ولا تعطي فرصة للتفكير ليوم أو اثنين في الموضوع. قانون الانسجام: معظم البشر يميلون إلى تقبل الاقتراحات اللي تبدو أنها موافق عليها من العموم. أغلب الأشخاص يرغبون في تقبل الآخرين لهم، ولهذا فإنهم لا يرغبون بالتغريد خارج السرب. لا أحد يرغب في الظهور بمظهر المتمرد. كيفية التأثير: أرسم للطرف الآخر صورة ما بأن رسالتك تلقي قبولا لدى بقية الزملاء. اقنع بأن تغريده خارج السرب سيؤدي إلى مشاق وظيفية للزملاء. ادعم رسالتك بحقائق تطمئن حتى تزيل أي شكوك. القانون الأخير وهو قانون القوة، وهو ما سنختم به محاضرتنا لهذا اليوم. البعض لديهم القوة سواء كانت جبرية أو ناعمة في التأثير على الآخرين، وتنبع هذه القوة من المركز الوظيفي والكاريزما. أظهرت الدراسات الحديثة استعداد ممرضات لإعطاء أدوية قاتلة لمرضاهم إن أمرهم بذلك الطبيب المعالج. الكيفية:
اظهر للآخرين الثقة وابتعد عن الغرور، اظهر لهم اطمئنانك ولا تتجاهلهم، اظهر يقينك لمعلوماتك ولا تظهر نفسك للعالم بكل شيء. عند إظهارك لهذه الصفات فإنك درجة ثقة الآخرين بك سترتفع بأنك قادر على إيجاد الحلول الفعالة.